استدعاء سفير المجر في فيينا بسبب قرار حكومة أوربان. النمسا تشدد الضوابط الحدودية مع المجر بعد إطلاق سراح مهربي البشر. الخارجية تؤكد أنها ليست محايدة تماماً تجاه الصراع الروسي الأوكراني. عملية اقتحام وسرقة لمحل مجوهرات في مركز التسوق SCS بفيينا. أتراك النمسا يشاركون بحماس في جولة الإعادة الانتخابية. وانتشار خبر كاذب بكثافة يفيد بغرق شاب سوري في نهر الدانوب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تسبب الإفراج عن مهربي البشر في المجر في توتر دبلوماسي بين فيينا وبودابست، حيث تم استدعاء سفير المجر إلى وزارة الخارجية النمساوية. وأعرب وزير الخارجية النمساوي عن رغبته في الحصول على توضيحات حول هذا الأمر، معتبرا هذا القرار إشارة خاطئة، حيث تلقت الخارجية تقارير إعلامية تفيد بأن المجر تعتزم إطلاق سراح أكثر من 2500 مهرب موجود في السجون بسبب التكلفة المرتفعة لاحتجازهم، وهذا يتعارض مع موقف المجر في مكافحة تهريب البشر. في خبر متصل، شددت النمسا الضوابط الحدودية مع المجر بعد إطلاق سراح سجناء أجانب مدانين بتهريب البشر. وتركز الضوابط على تفتيش المركبات القادمة من المجر ورومانيا وصربيا، وتطلب مراجعة التعاون مع الشرطة الهنغارية، وجاء هذا عقب قرار أوربان إطلاق سراح المهربين مع شرط المغادرة في غضون 72 ساعة، ما دفع النمسا لاتخاذ هذه الخطوة في الرد بغضب على القرار وسط قلق ومعارضة منظمات حقوق الإنسان بشأن هذا الإجراء. عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل اليوم لبحث التعامل مع روسيا بعد حربها على أوكرانيا. وأوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة فيلت الألمانية استراتيجية بلاده تجاه روسيا، وأكد أنه في حالة تعرض النمسا لهجوم صاروخي من روسيا سنتصدى له على غرار دول حلف شمال الأطلسي الناتو، وأشار إلى أن بلاده ليست محايدة تماماً حيث تشارك في المهام الأمنية والدفاعية لأوروبا وتؤيد العقوبات ضد روسيا. تعرض مركز التسوق SCS في فيينا لعملية اقتحام وسرقة محل مجوهرات، حيث اصطدمت سيارة BMW بمدخل المركز وحطمته. وتبين أن السيارة المستخدمة في العملية مسروقة قبل الهجوم الذي حدث الساعة 4 صباحاً، حيث دخل المقتحمون المتجر وهربوا في غضون دقائق وأحرقوا السيارة. لم يتم إلى الآن تحديد قيمة المجوهرات المسروقة، فيما قامت الشرطة بتفتيش المركز وتم إغلاق المنطقة المحيطة، ولم ترد أي معلومات عن طبيعة الجنات. Es habe sich vielmehr um das Zerbersten der Scheiben des Wagens im Inneren der SCS gehandelt, so die Polizei. Vor ihrer Flucht haben die Täter das zuvor in Wien gestohlene Auto in Brand gesetzt. شهدت القنصلية العامة لتركيا في فيينا إقبالا كبيرا من أتراك النمسا، حيث شارك الناخبون بطوابير طويلة في جولة الإعادة. وبدأ التصويت منذ يوم السبت ويستمر لمدة 4 أيام من الصباح حتى المساء، ويبدو أن أتراك النمسا يدعمون بشكل عام الرئيس أردوغان الذي حصل على نسبة مرتفعة من الأصوات في الجولة الأولى، ويتم التصويت في 6 مراكز اقتراع تغطي المدن الكبرى في النمسا. تداولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بغرق شاب سوري يوم الأحد في نهر الدانوب في فيينا. وقد أكدت فرق الإسعاف أن 4 أشخاص قفزوا إلى النهر وخرجوا فيما بعد، وقد تم استدعاء فرق الإطفاء وخدمات الإنقاذ إضافة لمروحية، في حين لم يكن هناك أي حاجة للرعاية الطبية بعد أن تبين أن الأشخاص 4 وصلوا إلى الشاطئ بأمان.
ومن هنا تنوه إنفوغرات بتوخي الحذر في نشر الأخبار الكاذبة والتحقق من مصادرها قبل الترويج لها. وهنا أعيد بتذكيركم بتحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم لتبقوا على اطلاع على آخر الأخبار الموثوقة من مصادرها دائماً. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.